كان موهوبا فتعلق به الجمهور، وقورا فقدره الناس. لم يكن ممثلا عاديا عابرا، كان وتد كتب عليك تكون الكبير. فنانة القديرة شهيرة كانت واقفة عظيمة جدا جنب زوجها. طالما انا ربنا مديني الصحة ان انا اخدمه لوحدي، انا مش هدخل عليه حد غريب. ويشوف محمود ياسين نايم قدامه بيساعده، لا. كانت خشبة المسرح تدين لمحمود ياسين، كانت تتواضع له. سيجيء يوم يذكر التاريخ اسمي، سيقول إني كنت أكبر من زماني. مفتاح الجنة في كلمة ولا مفتاح الجنة في كلمة؟ قالوا لا، مفتاح. ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. هو المرض نفسه ما بيخليهوش ان هو يقدر يساعد نفسه، وهو عمره ما تاه عننا ولا عمره ما عرفناش. الكلام ده من 8 سنين. الاستاذ محمود صغير على انه يجي له تصلب شرايين قوي كده. هو تقبله المرض كان ازاي؟ ولا حاجه، ولا شيء، ولا كانه سمع حاجه. محمود لسه بيعرفك؟ قال لهم لسه بيعرفني. يا نهار اسود، الدكتور قال لي بيني وبينه يعني. خايفين انه يتعرض لاي موقف حرج؟ مش في لياقته البدنيه ولا في لياقته الصحيه. كان بيسلم عليكم بالاسماء؟ كلمي بابي بسرعه. يا نهار اسود، هيا روحي، هيا حبيبي ازيك. قلت له انت عارف انا مين اللي بكلمك؟ قام قال لي ده كلام برضه. ساعات لما يبقى انا ايه في مناقشه ابقى زعلانه منه في حاجه، يقول لي بصي مفيش احسن من اخلاق محمود ياسين في الدنيا. ده حقيقي، ده حقيقي. إن رحيلك سوف يحطم قلبي. يحطم قلبي. الرجل ده راح مني. صدى صوته الرخيم المخملي الذي ليس له مثيل. عيناك كنهري أحزاني، نهري موسيقى حملاني لوراء وراء الأزمان. أقول لي يعني بتغزني؟ أبدا، نجلاء فتحي ما تدخلش العزل. ما جاتش أصلا. أصل هما طول عمرهم في مشاكل بينهم وبين بعض. دي حاجة مش معروفة بس يعني بقول. مين اللي استغربتي انه ما جاش العزم؟ كلمني طف التليفون، ناس جايين يضربونا. قلت له ليه يا محمود؟ اخص عليك. لأقطع عليهم السبيل وأجعل كيدهم في تضليل. لا وضايقوا منك انت. لا ده انا كنت مكروهة على فكرة، كنت مكروهة من الستات كلهم. تهزري يا مدام شهيرة؟ لا والله، ستات عبيطة. من حقها كحبيبة ان هي جوزها ما يطلعش غير في أبهى صورة. ما طلعتوش لحد أبدا. إحنا شفنا لقطات في مهرجان اسكندرية. ده آخر حاجة. ده قعدوا مهرجان اسكندرية ترجوني، وعمرو طلع معاه على المسرح. وما أكبره من تقدير وما أغلاه في نهايات الرحلة، ما أغلاه. إنه محمود ياسين. آخر انترفيو. وفيت بالعهد وكملت الرسالة.